كريم يا رب. هل من سؤال على الطبقات؟ يعني نحن في النتيجة الآن أخذنا طبقات من كمال باشا، ناقشنا ما ورد فيها من الإشكالات، ووصلنا إلى نتيجة أن هذه الطبقات فيها أخطاء كبيرة، فهي ليست دقيقة علمياً لا من جهة التقسيم ولا من جهة الرجال، وكانت هذه الطبقات سبباً سلبياً في منع التفقه، لأن من يقرأها يضع بعض علماء المذهب في غير موضعهم، وبعض من يقرأها يظن أن هناك وظائف خاصة لكل طبقة لا يقومون بغيرها، وأيضا من يقرأها لا يفهم حال أبي يوسف ومحمد، ولا يفهم الاختلاف الذي حصل بينهم وبين أبي حنيفة، لأنه جعلهم من المجتهدين في المذهب. ومن يقرأ هذه الطبقات يعلم أن الاجتهاد في الفقه توقف منذ 7 أو 8 قرون، وبالتالي لم يعد في الفقه أي اجتهاد أو جديد، وهذا منافي للواقع، فكل يوم يوجد مسائل مستحدثة، وكل يوم نحتاج نرجح هذا القول على هذا القول، على ما في الطبقات، ما في طبقات ترجيح، وما في طبقات إيش؟ تخريج. فكأن الفقه صار علما جامدا، فنصبح نقرأ الفقه للبركة، نقرأ ما في كتب الفقه كما هو، وندرسه وندرسه بدون تفكير، بدون ترجيح، بدون إيش؟ تخريج. وللأسف الشديد هذا التفكير مع ذلك الكلمة هو الشائع عند أكثر المتفقهين من الحنفية في هذا الزمان، ولذلك يقرؤون مسائل القدور كما هي ويريدوا أن يطبقوها بلا تفكير في القرن 21، فيكون مشاكل كبيرة جدا ما بين الواقع وما هو في كتب الفقه، لعلمهم أنه ما في تخريج، ما في ترجيح، انتهى الاجتهاد، نحن نقرأ المسائل ونعيدها. نحن نريد أن نقف ضد هذا ونقول لا يمكن أن يعاش الفقه إلا إيش؟ بالتطبيق وبالعمل، بتمييز المسائل وتخريجها والترجيح بينها، وبدون ذلك هذه دعوة كبيرة جدا لإيقاف الشريعة من حيث إيش؟ لا نشعر، فلا نريد هذا التفكير أن يكون موجودا عند المتخصصين في الفقه. فهمناها؟ نعم. هذه الطبقات تكلمنا عنها بشدة ونقدنا ما فيها لأثرها السلبي. هذه الطبقات حتى ابن عابدين رحمة الله عليه، كم مقام عالي ورفيع في الفقه لم يحققها، هو حقق آلاف المسائل التي مرت عليه في الفقه، وهذه مسألة من آلاف المسائل أخذها نقلا بدون تأمل وتدبر لما فيها، وكان لها حتى أثر سلبي عليه، يعني كان تأثير، ولو أنه حققها وانتبه لوجدنا جهوده يعني في التخريج والترجيح أضعاف ما فعل. لكن ابن عابدين نفسه نجده في الحاشية خرج، فإذا لم يلتزم ورجح وميز وقام بكل وظائف مين؟ المجتهدين. حتى كان يقول عن ابن الهمام أنه مجتهد إيش؟ مطلق، صح؟ فإذا هو مر عليها إشكاليته ولم يتأمل ولم يتدبر فيها من كثرة شيوعه وانتشاره في الكتب، لكن في الواقع التطبيقي هل نجده عمل بها تماما؟ أثرت في شخصيته،
فقللت من اجتهاده وترجيحه، لكنه فعل هذه الأشياء ولم يفعل فعل. فإذا عندما نتكلم عن ابن عبد وأنه أخذ بها وأنه مشى عليها، هي مسألة من آلاف المسائل مر بها، حقق البعض ولم يحقق البعض. فمسألة الطبقات من المسائل التي لم يحققها إيش؟ ابن عبد. فهمناها؟ حتى لا يعترض علينا معترض ويقول طب ابن عبدين ذكرها في الحاشية وذكرها في رسم المفتي ولم ينتقدها، فكيف تتجرؤون على إيش؟ انتقادها. نحن في النتيجة لا نتحاكم لابن عبدين ولا لغيره، نتحاكم لقواعد العلوم. والعلم ليس مقتصرا على شخص إيش؟ بعينه. ولا نعطي العصمة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا علم يناقش مع كل أحد، ورأيتم بأعينكم كم فيها أغلاط إيش؟ فظيعة وكبيرة جدا، ولها أثر سلبي جدا على الفقه. فبالتالي لا نقبل كلام من أخذ بها لما فيها، ونقول نلتمس لهم عذر أنهم إيش؟ ما تأملوا ولا تدبروا فيها. أوكي فرنجية؟ خلاص؟ اتفقنا؟ أنا أريد يعني أن لا نهمل إيش؟ عقولا، لأن علم الفقه هو علم الأذكياء، علم التفكير يعني. حتى الذي يكون ليس ذكيا كثيرا مع الفقه يصبح ذكي شوية. والله يعني، لأنه هو كله تفكير يعني، كله تأمل وتدبر. لا نريد إيش أن نوقف عقولنا، لأن الله خلقنا وخلق عقولنا وكلفنا بها يعني. فكل شيء نتأمل ونتدبر يعني وننظر. اتفقنا؟ فلا نريد أن نتعامل معاملة الجهلاء الذين فقط قال فلان وقال فلان، عقل ما في، تفكير ما في، خلص. ألا ترى فلان قال؟ هذا كله يفعله الكسلانين يعني، كسلان لا يريد أن يتعب نفسه، لا يريد أن ينظر، لا يريد أن يتأمل، فقط يعتمد أنه إيش؟ معقول فلان قال وأخطأ يعني، معقول خلص يعني انتهى يعني. فهذا التفكير لا يدعو إلى الغباء، نحن لا نريده، خاصة في مادة رسم المفتي، مادة ترجيح، مادة وصول للراجح. فلذلك إيش؟ نريد أن لا نوقف عقولنا في التعامل مع المسائل. الآن انتهينا الطبقات، وقلنا التقسيم المعتبر هو تقسيم الزماني صحيح، الذي مر معنا في المقدمة ومر معنا في مادة المدخل، موجود هناك مفصلا فراجعه. نقرأ صفحة 283 الآن. وصلنا وفي آخر الفتاوى الخيرية. الخيرية هاي لمين؟ لخير الدين الرملي. خير الدين الرملي هذا من كبار أئمة الحنفية، توفي 1081. وفي نفس المكان هذا في شخص رملي شافعي معروف الفتوى على قوله، هذول كانوا مع بعض اثنين من الرملة في نفس الزمان في نفس الوقت، وهذا كان إمام الحنفية وهذا إمام الشافعية. حتى في مطعم رملة عرفته؟ الرملة في فلسطين منطقة، في مطعم له شرح على المنهاج، شرح على المنهاج الفتوى عليه. طيب الآن له الفتاوى الخيرية لنفع البرية، مطبوع هذا الكتاب في مجلدين، مطبوع طبعة قديمة يعني، عندي إياها يمكن قبل 70-80 سنة، طبعة قديمة موجودة يعني. فتاوى الخيرية، جميل. الآن ماذا يقول؟ ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا هي نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم. هاي مهم الكلام. كيف مهم هذا الكلام؟ لا نريد أن تقتصروا في دراستكم معنا في الكلية على تصور المسائل كما ندرس في القدوري، نريد أن ننتقل لمرحلة أخرى، أن نميز الراجح من المرجوح، والمعتمد من غيره، وظاهر الرواية من غيره. هذه أحد أهداف طالب العلم. رأيتم؟ فيقول لا شك أن معرفة راجح المختلف، مسألة مختلف فيها في المذهب، طبعا نادر أن تجد مسألة في مذهبنا لا اختلاف فيها، كله في اختلاف،
من مرجوحه ومراتب قوة ومراتبه قوة، يعني هذا أقوى من هذا، كم قوة هذا القول كم ضعف. كيف في بعض الأوقات نعبر لكن نقول قول معتمد، قول صحيح، قول معتبر، قول مصحح، يعني أنه هذا على حسب إيش القوة. هي نهاية آمال المشمرين، يعني التشمير هو يعني التجهز للعمل، فكناية عن الراغبين في دراسة العلم والمنصرفين إلى تعلم العلوم، فنهاية أملهم أنه يستطيع أن يقف على الراجح من المرجوح في أقوال فقهائنا في تحصيل إيش العلم. هاي شرحت لكم هذا إيش في الأسفل. نحن في هذا الزمان يعني الحمد لله الخير في هذه الأمة موجود، بس يعني اللي هو جيد يعني في الفقه الحنفي ممتاز يعرف مرحلة التصور فقط، يعني الذين تجاوزوا مرحلة التصور قليل جدا. نحن لا نريد هذا، نريد كل واحد أمل أنه تصور المسائل ويعرف الراجح من مين؟ من المرجوح. فالمفروض على المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيهما في الفتوى والقضاء. يعني لازم عندما تفتي تتأكد أن ما قلته هذا معتمد، هذا إيش المفروض فرض علينا أن نعرف، ليس المذهب الحنفي، نعرف المعتمد من المذهب إيش، أن نعرف المعتمد من المذهب الحنفي. التثبت في الجواب عندما تريد أن تفتي وتجيب سائل، وعدم المجازفة. المجازفة تعرف قبل قليل كنا درسنا في المعاملات بيع مجازفة يعني بلا تقدير هكذا، وأيضا جواب مجازفة يعني هكذا بدون معرفة ضوابط ومعرفة أنه معتمد، جاء مجازفة شيء بلا ضابط فيهما، خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلال إيش وضده. انظر بعدها يقول ويحرم اتباع الهوى والتشهي، يعني أن تفتي بما شئت وتعمل بما شئت، والميل إلى إيش المال الذي هو الداهية الكبرى والمصيبة إيش العظمى. إيش معنى هذا الكلام؟ نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. يصبح همك كما درسنا في القصة في المرة قبل مرتين، شخص كان يعني تاجر وذهب إلى المفتين فأفتوه بقول، تذكرون؟ ثم قالوا لو علمنا أنه أنت لأفتينا بالقول الآخر، عرفناها. فإنه لا يكون فتواهم وقضاؤهم على حسب النفع والمنفعة المالية والمصيبة، فإن ذاك أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا إيش إلا كل جاهل شقي. هكذا انتهى النقل من مين؟ من الفتاوى إيش خيرية. في هنا يقول الشيخ قاسم أستفيد منه أنه ينبغي التثبت في النقل ومعرفة ما يعول عليه ويفتى به، وهذا يتوقف على معرفة كيفية معاملة كتب الفقهاء عند البحث والإفتاء. قال المصنف نفسه بن عابدين في تنبيه الولاة والحكام في رسائله لا ينبغي للمفتي بمجرد المراجعة من كتاب أن يفتي، وإن كان ذلك الكتاب فلا بد أن يراجع عدة كتب حتى يتثبت في الجواب. انتهينا. قلت ابن عابدين القائل صح، فحيث علمت وجوب اتباع الراجح، علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال المرجح له، يعني لابد تعرف الراجح وتعرف هذا الراجح من الذي رجحه وهو ما هو حال من رجحه، ما هي طبقته. رأيتم؟ تعلم أنه لا ثقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا بمراجعة كتاب من الكتب المتأخرة، هذا في زمانه، فما بالكم في زماننا. في مطعم رملة قلت خصوصا إيش خصوصا
الكتب غير المحررة يعني كشرح النقايا للقهستاني. هذا شرح النقايا للقهستاني، النقايا كتاب معتمد وفي الصين وفي بلاد أوس يحفظونه، وعندهم ياي يسافرون به يعني غير شائع في أوسط آسيا، والصين موجود، الصين وقاية وأوسط آسيا وقاية، فيحفظونه ومشهور عندهم، وحتى يعني لا يتركونه لا في سفر ولا حضر يعني دائما معهم. فالكتاب معتمد، نقاية مختصر الوقاية، لكن شرحه للقهستاني ليس معتمد. الكتاب في نفسه جميل، يذكر أقوال عديدة ويذكر تقسيمات وفروع كثيرة، فعندما تقرأ فيه جميل جدا. لكن صاحبه يقول ما كان عالما، كان تاجر كتب يعني كأنه، ويجمع الأقوال ويضعها، فهو يرى أقوال في الموضوع نفسه أقوال كثيرة ويضعها، بس لأنه ليس عالم بارز كبير لا يميز الراجح من المرجوح والقوي من الضعيف والمقبول من المردود من الأقوال، فبالتالي لا يستطيع أن يستفيد منه إلا عالم متخصص في الفقه. لاحظتم؟ لكن يقول في غاية الرامة وهو من الكتب غير المعتبرة لعدم الاعتماد على مؤلفه. وقال على القاري، قال العصام الدين في القهستان إنهم لم يكن من تلاميذ شيخ الإسلام الهروي، لا من أعاليهم ولا من أدانيهم، وإنما كان هو دلالة الكتب في زمان، يعني بياع كتب فقط، ولا كان يعرف الفقه ولا غيره من العلوم يعني بين أقرانه. ويؤيده أنه يجمع في هذا الشرح في شرحه بين الغث والسمين والصحيح والضعيف من غير تصحيح وتدقيق، فهو كحاطب ليل جامع بين الرطب واليابس في الليل. لا يميز يعني في الليل، أنت لا تميز، كل شيء تضعه. فرأى في كتب الحنفية ويجمع ويضع، فكتابه ليس معتمد. متوفي 953 تقريبا. والدر المختار، الدر المختار الذي عليه حاشية ابن عبدين تعرفونها للحصكفي، الدر المختار يعني فيه مشاكل كثيرة. أحيانا يختصر الكلام بحيث لا يفهم المقصود، أحيانا يأتي بنقولات من كتب غير معتمدة، أحيانا ينقل أقوال للشافعية على أنها للحنفية، وهذا ليس بقليل. عرفتم؟ ففيه إشكاليات كبيرة. وابن عبدين رضوان الله عليه خدمه وعليه حاشية ابن عبدين، يعني حاول أن يستدرك كثير ما فيه، ومع ذلك بقي الكثير. هذا الدر المختار، فهو كتاب عظيم جدا فيه فروع كثيرة، لكن شدة اختصاره يعني في كثير من الأحيان مخلة في الاختصار، وفيه أقوال كثيرة غير معتمدة، وفيه مذهب الغير، ففي بعض الوقت تجد شخص يقول وفي الدر المختار. طيب نريد أن تتمحص يعني هذا القول في الدر المختار، لكن معتمد أنت عندما تقول في 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 الدر المختار لا تقول في الهداية، لا تقول في المبسوط، تلك بس كتب معتمد، هذا ليس كتاب معتمد، بس هو رائع بديع، فيه من الفروع الشيء الكثير، نعم، فيه ترتيب جميل، نعم، ففيه فوائد عدل. لذلك علماء الشام اعتمدوا عليه كثيرا، وعليه حواشي كثيرة، الطحطاوي والحلبي كثير من الحواشي، والشيخ إسماعيل كثير من المحشين، حشوا على مين؟ الشيخ إسماعيل ليس عليه، حشوا عليه عشرات الحواشي، حشوا عليه عشرات، لأنه كتاب نافع ومفيد جدا، لكن يحتاج أن من يأخذ منه يكون ضابط حافظ للمسائل متمكن يمعن النظر، لا يأخذ منه بلا تفكر ومراجعة للكتب. هذا ليس إسقاط للكتاب، ولكن حتى نتعلم كيف نأخذ منه وكيف إيش نستفيد فهمناها. وهو كان علماء إيش الشام الكبار والأولياء، وكان مفتي الشام على ما أظن دمشق، وابن عبدين حتى عندما توفي يعني طلب أن يدفن بجوار قبره ودفن هناك، لأنه كان الأولياء، بس هذا موضوع آخر، وهو عالم كبير، بس هذا موضوع، وموضوع أنه لا يقبل كل شيء. نحن في المادة هاي نناقش هذا الموضوع، أننا نحتاج أن نحرر
الأقوال، ندقق في الكتب عندما نأخذ، عندما نأخذ نراجع المسائل، لا يؤخذ من أي كتاب. هي معنى رسم المفتي، يعني نحتاج أن نتعرف كيف نصل إلى القول المعتمد. عرفتم؟ خلصنا من هذه الفكرة؟ ها؟ انتهينا منها؟ الأشباه والنظائر لمين؟ لابن نجيب. هذا يعتبر في القواعد الفقهية أو أكبر، يعني أكثر كتاب مشهور. لو وضعت كل كتب القواعد الفقهية في كفة ووضع هو في كفة مع الشروح والحواش التي عليه لغلبها جميعا، ليس في الفقه الحنفي، في كل فقه الإسلام عليه مئات الحواشي، لأنه هو الكتاب تقريبا الأول والأخير عند الحنفية في القواعد. ألفت بعده كتب قواعد بس لم تشتهر، فصار هو كتاب القواعد الأول عند الحنفية، والعلماء يدرسونه ويدرسونه وينظرون إيش فيه. فكتاب عظيم يعني، لكن فيه مشاكل كثيرة، فيه اختصار مخل، فيه أقوال عديدة غير معتمدة. عرفتم؟ وبالتالي لا يستطيع أن يستفد منه جيدا إلا من كان حافظا للفقه. وأفضل الحواشي التي عليه حاشية غمز عيون بصائر لابن البير الزادة، ولا أخطأت للحمو، غمز عيون بصائر آسف أنا الآن أختلط علي الآن، في طبعة قديمة لحاشية الحموي عليه، الحموي هي أشهر شيء عليه، مطبوعة في 4 مجلدات وكذا، وطبع جديد حاشية إيش، حاشية لبير الزادة في 2 مجلدين عليه الآن. أيهما غمز عيون بصائر؟ اختلط الاسم في ذهني. جيد، انتبهنا لهذا. الآن يقول ابن عبدين نفسه كشرح النقايا للقهستان، ابن عبدين يعني هو له حاشي على أشباه النظائر وله حاشي على الدر المختار، يقول ابن عبدين نفسه، انظر ماذا يقول، ونحوهما فإنه، هو ابن عبدين الآن ينتقد ليس كلامي أنا، فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق إيش بالألغاز. هي مشكلة في الاثنين، مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة. شو معناه؟ ما معناه؟ أنه ينقل مسألة في أثناء النقل لا يكون نقلهم دقيق، فيسقط بعض القيود وبعض، فتصبح المسألة معكوسة. يعني هم نقلوا هذه المسألة عن الكتاب الفلان، بس أثناء النقل سقط بعض الكلمات، سقوط بعض الكلمات جعل المسألة إيش؟ فيها خلل كبير، معكوسة. وترجيح إيش؟ ما هو خلاف الراجح، في أقوال كثير مرجح غير المعتمد في المذهب، بل ترجيح ما هو مذهب الغير، ترجيح مذهب الشافعي، مما لم يقل به أحد من أهل إيش؟ المذهب. عرفت ما حطه؟ فهمتوا فكرتي؟ أهل المذهب يعني الحنفية. نعم. رأيتم الفكرة كم هي؟ فتحتاج أن نحتاج أن ندقق كثيراً. ها؟ الآن نقرأ 3. قال مصنف ابن عبدين في شفاء الغليل، قال العلامة قاسم في فتوى إن الحكم وفتي بالقول مرجوح جهل وخرق للإجماع، مرت معنا هي صح؟ وأيضاً قال وقال عن المحقق البيري لا يفتى بالراجح، لا يفتي، لا يفتى، لا يفتى، أي بالراجح، لا يفتى غيره، يعني يفتى بالراجح، لا يفتى بغير الراجح معناها صح؟ بس العبارة شوية سيئة، لأنه غش وخيانة في الدين، إن السائل لم يسأل عما رجحه لنفسه وقت الحاجة، بل عما رجحه الأئمة لكل الأمة، الذي لو حكم به قضاة زماننا نفذه.
رأيت؟ فإذا إذا أفتيته بغير الراجح أنت تعمل إيش؟ أنت تعمل إيش؟ خيانة. ورأيت في أوائل شرح الأشباه، أشباه لمين؟ لابن نجيب، للعلامة للعلامة محمد هبة الله البعلي، هذا أحد المحشين، هيته في الشعب اسمه التاجي، كان مشهور وله رسالة فيما على الفتوى وما له. نعم، من علماء الشام. ماذا له يقول؟ قال: ومن الكتب الغريبة التي لا يفتى بها ما هي؟ ملا مسكين، يقال ملا وملا بالنون وغيرها، الله أعلم، مسكين على شرح الكنز، الآن مطبوع موجود في الأسواق. هذا الكتاب فيه أقوال غير معتمدة وفيه اختصار مخل، يعني فيه مشلتان، الاختصار المخل وأقوال غير إيش. الكنز نفسه مر معنا أنه أكثر كتاب معتمد، تذكروه، لكن الشرح عليه الآن مطبوع عليه حاشية للأزهري، 3 مجلدات كبيرة، حاشية للأزهري على ملا مسكين، 3 مجلدات هكذا، يعني مجلد كبير، مطبوع قديما، طبع قبل يمكن 100 سنة، يعني حاشية إيش؟ الأزهري. يعني مع مراجعة حاشية الأزهري يمكن أن نحل هاي المشكلات. حاشية الأزهري، حاشية أبو السعود الأزهري، حاشية أبو السعود الأزهري، صحيح، على ملا مسكين. والقوستاني، قوستاني مرة معنا نقاشته، صح؟ لعدم الاطلاع على حال مؤلفها، يعني ملا مسكين عندما تأتي وتريد أن تعرف من هو تجد له ترجمة 3 كلمات 4 كلمات، لا نعرف من هو، هكذا ملا مسكين كذا، معين الدين الهروي هكذا مكتوب اسمه، لا نعرف أي شيء آخر عنه. كان اسمه ملا ولا ملا؟ هو كان يستخدم الاثنين، ملا نفس الشيء. القهستان، لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها أو لنقل الأقوال إيش؟ الضعيفة، كصاحب القنية. القنية أيضا لها، يعني طبعت أيضا قنية المنيا، قنية المنيا، لمين قنية المنيا؟ هاي للزاهدي، الزاهدي، الزاهدي يعني جمع فيها مسائل الفتاوى، وهي كتاب رائع، يعني يذكر فتوى ثم يذكر بجوارها رمز نون كذا، والرمز هذا يعني من أفتى بها من علماء المذهب متأخرين وكذا، فجمع فيها مسائل دقيقة كثيرة وجميلة، لكن هذه الفتاوى لا تسير على المعتمد، فهو مجرد جمع الأقوال، فمليئة بالأقوال الضعيفة والمردودة والشاذة، لكن مليئة بالمسائل، فالشخص عندما يقرأ فيها يرى مسائل كثيرة جدا، بس هل هي معتمدة غير معتمدة؟ تحتاج إلى نظر ونظر وتفكر، كصاحب إيش؟ القنية. قلنا هذا مختار الزاهدي، انظر ماذا قال فيه اللكنوي: طالعتهما، إيش هما؟ اللي هما القنية والمجتبى. المجتبى لحد الآن ما شرح، شرح للقدوري، لمين؟ للزاهد. إذن له القنية وله إيش؟ المجتبى. فوجدتهما على المسائل الغريبة حاويين، ولتفصيل الفوائد كافيين، يعني فيها فوائد كثيرة جدا، إلا أنه صرح ابن وهبان وغيره أنه معتزل الاعتقاد. مين هو؟ صاحب القنية الزاهد الغزميني، زاهدي. وتصانيفه غير معتبرة ما لم يوجد مطابقها لغيرها. رأيتم؟ لكونها جامعة للرطب واليال. قال البركلي: وإن كانت القنية فوق الكتب الغير معتبرة، يعني جعلها درجة إيش؟ أعلى، وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم، لكنها مشهورة بضعف الرواية. توفي طبعا 658. الآن في شفاء العليل ماذا يقول؟ في شفاء العليل: لا عمل ولا التفات
إلى كل ما قاله الزاهد مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره. يعني أي مسألة نراها في الزاهد لا نأخذها إلا إذا كانت إيش؟ موافقة للكتب الأخرى. وقال أيضا وكتاب القنية مشهور عند علماء الثقات بضعف الرواية مع قطع النظر عن كون مؤلفه الزاهد معتزليا، يعني إن رواياتها إيش؟ ضعيفة. طيب قال أيضا في تحرير العبارة، من هذا كله كلام لمين؟ لابن عابدين من كتب أخرى. الرملي يقول لا يعول على كل لا يعول إلى كل ما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره. وأوضح العلامة البريلوي في حال القنية في كفل الفقيه الفاهم بقوله وصرحوا بأنها القنية إذا خالفت المشاهير لم تقبل، بل قد نصوا أنها إذا خالفت القواعد لم تقبل ما لم يعضدها نقل معتمد من غيرها، والعبرة بالمنقول عنه لا بالناقل. يعني نريد أن نتأكد من أين أخذ هذا القول حتى نعتمد الكتاب الذي نقل عنه، صح؟ بعدها يقول وبكثرة النقول لا تندفع الغرابة إذا لم يكن مستندهم إلا يعني ممكن مثل الفتاوى قبل قليل ناقشناها، الفتاوى نقلت في عشرات الكتب من مذهبنا، فكثرة النقل لا تدل على الاعتماد، صح؟ لاحظ لا تندفع الغرابة إذ لم يكن مستندهم إلا، لأنه راح نجدل كل رجعين لمين؟ واحد. في أخطاء كثيرة يمر معنا بعد المحاضرات القادمة، خطأ واحد فعله ثم نقل عنه 100 كتاب، لأنه الآن نقلوا بس هم وثقوا به فذكروها. واستفيد من هذا أن القنية إذا خالفت المشاهير أو القواعد لم تقبل، أما إذا لم يقع في إحدى مسائلها مخالفة للمذهب فلا مانع حينئذ من قبولها، وهذا التفصيل صواب. أفاده الشيخ قاسم. خلاص؟ مشايخنا انتبهوا، هذا الكلام كل كلمة تحتاج أن تحفظ. الآن كصاحب المقاولة اتصال المخيل كالدر المختار الحسكفي، النهر النهر الفائق الشرح الكنز، النهر هذا قالوا مختصر من البحر الرائق لعمر بن نجيم. كنا نتكلم النهر الفائق هذا شرح شرح الكنز، الكنز من أكثر الكتب اعتمادا، صح؟ لكن النهر فيه اختصار وهو مختصر من البحر، والبحر يعني أقل اعتمادا، يعني هو من الكتب احنا سميناه معتبرة ليس من الكتب المعتمدة، وهو اختصر فسنجد فيه اختصار مخل. اختصار مخل. أنا لا أعرف الطبعة الموجودة في الأسواق كاملة أو لا، هو مطبوع في 3 مجلدات، هل هي كاملة أو لا؟ لأنها طبعا دار الكتب العلمية فأنت لا تعرف، يعني هم أول شخص يطبع يطبعون كتاب يعني، فلا نعرف يعني كامل. العيني شرح الكنز، العيني شرح الكنز اسمه رمز الحقائق شرح كنز الدقائق الكتاب. العيني طبعا من كبار علمائنا لكنه ليس محقق يعني في مذهب سادتنا الحنفية، محقق للأقوال وكذا، يعني عالم ليس محقق، هو عالم يعني جمع علوم عديدة في اللغة والحديث والهذا والنحو، بس أبرز شيء كانه في النحو، وكان قاضي قضاة الحنفية في زمانه، عرفتم؟ فكتبه يعني بالدرجة الأولى الله أعلم في طبقة المعتبرة، بس ليست في طبقة إيش؟ المعتمدة. ليس محقق ومحرر يعني في المذهب. في شرحه للكنز ماذا فعل؟ اختصر تبيين الحقائق لابن نجيم للزيلعي، اختصره وأضاف مسائل من الفتاوى، يعني يأتي للموضوع يختصر ثم يضيف مسائل، فهذه المسائل كثير منها مثلا لا يكون معتمدا، ففي اختصار في اختصاري أنا درسته الحمد لله، لكن في اختصاري خلل تجد أحيانا، مختصر الكتاب عندما اختصر في بعض الأوقات ما كان الاختصار جيدا، وقلنا أيضا في المسائل التي نقلها ممكن يكون. قال شيخنا هذا ابن عبدين يقول صالح الجنيني، الجنيني صح ولا الجنيني؟ لا أضبط هذا الكلام البعلي يقول، صح؟ هذا الكلام يقوله مين؟ البعلي، صح؟ صح؟ هذا الكلام لا يقوله ابن عبدين، يقوله البعلي، صح؟ شيخ البعلي هو، نسبة إلى جنين في فلسطين. فلسطين هاي بلاد مباركة يا شيخ، حتى المطعم هو يحب المطعم يعني.
ربي. قال شيخنا صالح الجنيني: إنه لا يجوز الإفتاء من هذه الكتب إلا إذا علم المنقول عنه والاطلاع على مآخذها. يعني هذه الكتب نريد أن نتأكد عمن نقلت، ونتأكد هذا الكتاب الذي معتمد ولا غير إيش معتمد الذي نقلت عنه. هكذا سمعته منه، هذا يقول من هو؟ هذا يقوله البعلي عن شيخه صالح الجنيني. جنين، جيد، انتهينا. وهو علامة، من هو الجنيني؟ في الفقه مشهور، والعهدة عليه في ذاك، يعني نحن نثق بعلمه في أن هذه الكتب لا يعمل بها إلا إذا تأكدنا من أين أخذت. نعم، على كفالته. طيب بس نقرأ هاي حتى لا نؤخركم. قلت: وقد يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من كتب المتأخرين، ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع له، يعني أول واحد كتب القول كان فيه إيش؟ خطأ، فيأتي من بعده وينقل هو عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض، كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح، كما نبه عليه. هذا يصح تعليقه، باب اسمه باب ما يصح تعليق وما لا يصح، كيف باب الطهارة، باب الوضوء، باب اسمه باب ما يصح تعليق وما لا يصح، عرفتم؟ باب اسمه هكذا، ففيه مسائل هكذا في هذا الباب. يعني بدل ما يقول لك جزء وصفحة، قديما طريقة التوثوق أن يذكر لك الباب، فيقول لك في باب ما يصح وما لا يصح ذكر هذه الفائدة ابن نجيم، يعني في باب ما يصح وما لا يصح ابن نجيم ذكر أنه ممكن شيء خطأ، واحد أخطأ ثم ينقل عنه كم واحد؟ 20 واحد أو 30 واحد، ويرجع كله ليش؟ لشخص إيش؟ واحد. هاي أنا قلت في الأسفل إنه ابن عدي يقول: ينبغي إلحاق الأشباه والنظائر بها بهذه الكتب، فإن فيها من الإجازة بالتعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه، بل فيها في مواضع كثيرة الإجازة بخل يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي، فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر على مين؟ على الأشباه اللي بين مين؟ نجيب. فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها. ورأيت في حاشية أبي السعود الأزهري على شرح ملة مسكين، حكيت لكم عنه، أنه لا يعتمد على فتاوى ابن نجيم ولا على فتاوى إيش الطول. بعدها شو سبب الخطأ هذا؟ سبب الخطأ قد يكون سبق قلم أو اشتباه حكم بآخر أو نحو ذلك، وكل ذلك لا يحط من مقدارهم شيئا، ولا يلزم من عدم الثقة بها قطعا، بس علينا أن ندقق إيش مشايخي، أن ندقق إيش النظر. بعدها في القنية في باب الاعتكاف، هذا ما هذا؟ فإذا صح تعليقه، هذا نقل عن قضية ما يصح تعليقه وما لا يصح إيش تعليقه، الفائدة التي ذكرها مين؟ ابن نجيب، نقلتها لكم من باب ما يصح تعليقه وما لا يصح كاملة في المسألة ما هي الخطأ، ثم إيش تعليقة مين؟ ابن عبد. ممكن نقرأ في المحاضرة القادمة أو نبدأ من صفحة 291.